المغربيات على موجة الإذاعة الوطنية، ومرحبا بكل الذواقات في اللقاء المفتوح. رقمنا للتواصل معنا سميرة حدوشي سفيرة القفطان المغربي هو 05 37 70 59 39 05 37 70 59 39. صباح الخير لالا سميرة. أهلا وسهلا. صباح النور فيني الأهان، وصباح الخير مستمعين الكرام. مرحبا بلالا سميرة، ودائما الكرم في الأفكار والكرم في العطاء، تبارك الله عليك لالا سميرة حدوشي. نتكلموا على الفاشن ويك، نبداو به ولا شنو بالك؟ نهضروا على هاد لا سيزون دابا اللي داخله باذن الله الربيع. الوغ غنتكلموا واحد شويه على الفاشن ويك، غنديروا غير نبدأ لان الاواخر ديال الفاشن ويك كان ستريت ستايل. هاد ستريت ستايل اللي يمكن انا على ما اقول وعلى حسب لي بريفيزيون ديالي ان غادي غينال الاعجاب ديال الناس كلهم، لان سي ان ستيل اللي يمكن له يتلبس كيما قال لك عقلك. عندك بونطالون في الغوج وتقدر عليه تعمل لافيست فيها لي كولور، والتيشيرت فيها الخضر، والصباط فيها يعني خذ راحتك خذ راحتك الالوان ولكن تلبس بالالوان. نعم نعم، ولكن تلبس بالالوان، يعني ما تلبسش غير يعني كاينه العشوائيه في اللبس، ولكن في نفس الوقت انها تقدر انسجام لونطونت. كاين لارموني كاين لونطونت او نقولوا لارموني بين توت لي كولور، لو بلو لو اورانج لو فير لو روج لو غري الميتاليزي اكسيتيرا كلهم كاينين. حتى الاشكال الهندسيه ربما حتى هي داخله في الفاشن. علاش قلت انا ستريت ستايل فاشن؟ فيه الاشكال الهندسيه، يعني ديك الجاكيطات اللي كانوا مثلا في السبعينات كنا كنشوفوهم كيلبسوهم في السبعينات اكسيتيرا، انا راجع اليوم ولكن بالاشكال الهندسيه اللي بري سبيسيال. مثلا كانت تشطيب لي غيغ لي كارو مخطط الكارويات السامبل لي بتي بوا كلهم منتجمين في هذيك الجاكيط وحده. نعم لي بتي بوا ما عمرهم دي موضا ولا لا سميرة حدوشي؟ شوف لي كارو لي بتي بوا لي غيغ الموبرا دونتيل ساتان ما عمرو كيدي موضا. هي لا فاسون باش كيتلبسو، والطرز ما عمرو كيدي موضا، غير هي لا فاسون باش كتخدم هذاك اللبسه كل مره كتختلف. هي القصات كيختلفوا فاسو دي مود القصات، ولكن كوم ماتيير او لا لا كولور ما كانسو دي مود با. نعم نعم لالا سميرة، بحال مثلا لا كولور مارون كاراميل كتلبس مع البلو ديال مع الجينات، كتلبس لو فير مع لو نوار مع لو بيستاش مع لي ديغرافي دو فير كلهم. نعم لو تيغري كتعملو كتدخل فيه بوكو دو كولور، يعني كتلقى لا شومي تيغري وفيها القدام ديالها بلو نوار ولا بلو غوج ولا بلو فوشيا ولا بلو بيترول، يعني كاين واحد الانسجام ديال الالوان وبوكو دو ماتيير. ممكن ان هذه السنه انها تلبس السيده ولا الرجل يلبسوا براحتهم. طيب ولكن يحتاج الى ثقافه ذوقيه لالا سميره حدوشي. ضروري حنايا كنعملوا ماشي غير جيو وخذ راحتك بالالوان. حنايا كنعملوا ترقيه الذوق في هذا البرنامج. كنحاولوا من كيعطيونا الاسئله كنحاولوا ان نرقيو الذوق بواحد الطريقه، يعني كتحاول انه خرجهم ديك العالم ديال الكلاسيكيه ولي كولور سومبغ وما كيقدرش انه يتجرأ على الالوان. كنحاولوا اننا نجرؤهم للالوان اللي كانت اللابه اولا الشيطه اولا القطان، يعني احنا اللباس ديالنا التقليدي بلس بيان سور العصري. نعم نعم، ندخلوا للعالم ديالي جينز لالا سميرة حدوشي واللي يعني تبدع فيه بشكل كبير. هو ستريت داخل في الكرياتيفيتي ديال ستريت ستايل لو جين. الوغ لو جين اللي غنقدر نهضر عليه ان لي جون لي زادوليسون انهم ما يمكنلهمش يتخلاو على كلكو شوز سميتها لو جين، مي حاولوا ان تطور لي ديزاينر طورات في الجين ودارت دي شوميز دو اوت كاليتي لي روب دو اوت غام دي جاكيت دي بونطالون دي شوميز، يعني حاولوا الجين انهم يمشيوا لي جيلي كلشي حتى لي مونطو لي فيست اكسيتيرا. حاولوا انه الجين انه اكتسح اللباس كله ممكن انك تلبسوه بالجين. لهذا وعاد زادوا عليه ستريز، زادوا عليه بوكو دو كور، زادوا عليه لي فرانج كي سون تري توندونس هاد السنه هادي، لابليكاسيون دو دونتيل كذلك ومثال. يعني الجين حتى هو عنده الموضع ديالو
بحال الكويغ بحال الدان، لان هاد السنه هادي كاين لو دان كاين الكويغ كاين لي ماتيغ كلهم ممكن نعم. انك تلبسهم. نعم لي ماتيغ وتجي نوصل حتى لي صوندال لالا سميره حد وتجي بيان سور مي كون مي كنتكلموا على على اللباس كله كنتكلموا حتى لي زاكسيسوار صوندال لي لي ساك كنتكلموا على على شتي انا كنقول لك نمشي معك حتى مثلا حتى المدوله حتى لي زاكسيسوار اللي هما كيقولوا غير مكملين نعم كذلك نعم ممكن لك انك تستخدمهم في هاد لي ماتيغ كلهم. نعم طيب هاد الموضه وهاد يعني كنتكلموا كما ذكرنا في الاول على الفاشن ويك ستريت انه كذلك ندخلوه في الربيع او موضه الربيع شنو حاضر باقا الطرزه حاضره باقين بيان سور الطرز كله دائما حاضر الالوان حاضرين حاضر لي فرونج كنقول لي فرونج يعني توت كاليتي دو فرونج حاضره لي دونتيل ابليكاسيون دو دونتيل حاضره كذلك بكثره ولكن اللي كنقول انا مثلا بحال بلي شوميز ديك لي فروفرو ديال لي شوميز مثلا الا بغات السيده كتكون ان بو ما تقدرش تلبس دي فروفرو كلاسيك اكسيتيرا ممكن ان تلبس دي روب اون سول روب بحال لو ستيل مونتو مع لا مع لا سانتور ديالها اي سي تري شيك في اي ماتيير بغات يلا سوا سامبل يا لا سوا امبريمي يا لو جين يا لو دا يا الكوير يعني اي حاجه بغاتها في لا ماتيير ممكن ان تعمل بها هذا الموديل هذا كذلك كاين لي موديل ديال انسجام الالوان يعني دو كولور ديفيرونت يعني الروز الفير لتحت لو بلو لو موتارد لتحت البلو فوق والموتارد لتحت باغ اكزومبل لو روج اي لو فوشيا ممكن دي كولور اللي ما يمكنلكش مثلا لوبيرجين مع ان روز دي كولور اللي ما هماش كيتقاربوا بزاف ممكن نقربوهم مثلا. نعم يعني انا ما يحير العين لالا سميره حدوشي وهذا هو الابداع في حد ذاته ملي كتشوف شي لبسه وكتحير عينك وكطرح الف سؤال وسؤال كيفاش جمع الالوان يعني ما يمتع يعني في هذه السنه هذه انهم يعني بعض السينياتور او الضيور يعني الازياء العالميه مشات الحضارات اللي هي قديمه مشات الفراعنه مثلا والاشكال الهندسيه ديال الفراعنه وخذت من الالوان ديال السبعينات وفصلات من 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 وهذه هي لا كرياسيون لا ريشيرش حنايا راه هذا هو اللي كتحاولوا ان نوصلوا للمستمعين ان هاد لي كرون كرياتور كيمشيو للثقافه والحضاره يعني اي ثقافه وحضاره كاينه موجوده لا عندنا ولا عند بلدان اخرين يعني ممكن ان تاخذ منها وتخدمها وتعملها عندك مثلا كتجيب مثلا كتجيب الثقافه الفرعونيه يعني كتاخذ من عندهم داك لو ستيل ديالهم لي بغوتري يعني هما كانوا غير كينحتوا في الحجر انت كتحاول داك النحت انك ديرو من الطروز يعني انت كدير اون ريشيرش على هادشي كتشوف نعم. الالوان اللي كانوا كيستعملوا في ذاك الوقت يعني كتخدم على ان تيم نعم نعم طيب نرجعوا كذلك للطاي ونرجعوا كذلك لتفاصيل جسم لالا سميره حدوشي وحنا كنشوفوا اليوم في الموضه انهم يعني السراويل ولات شويه يعني مغايره على سراويل ديال هذه 4 سنين ولا 5 سنين لاوت يعني اولا السراويل اللي كتكون طالعه حتى الفوق يعني ولات موضه هذه السنه لالا سميره حدوشي شكون خاصو يلبسها وشكون خاصو يبعد منها لالا سميره لاطاي اوت انا بالنسبه ليا ديال السيدات ممكن يلبسوا لاطاي اوت بالنسبه حتى الرجل راه في السنه عنده لاطاي اوت ولكن بالنسبه للسيدات بالخصوص السيدات يعني وحده كتقول لك انا البطن ديالي خارج مثلا ما يمكنليش انا ما نقدرش فوالا بالعكس نعم. كيجمع لاطاي اوت كتجمع كتجمع لا سيلويت فهمتيني كتجمع لا سيلويت واكثر الا درتيها بأون سانتور سي اوتر شوز غير هي خصك تعرف تلبسها هدف هذا الشيء كله انا كتبين العيوب لالا سميره حدوش بيان سور قد ما هي كتبين العيوب قد ما هي انها كتستر عاوتاني العيوب نعم كتسترشي وكت فوالا غير هي كتفضح كيفاش تلبسها مثلا انا نعطيك مثال السيده كتكون مثلا نقولوا لاطاي لاطاي في اييه تكون إيه؟ عامره من الفوق من الفوق وخاويه من التحت ما نعطيوش لو اكس باسكو سي لا ميور حنا نعطيو لي ديفيرون مثلا اولا لا اش مثلا غنعطيو الجي ونعطيو لا اش إيه؟ الوغ البي كتكون عندها الكتاف واسعين كتكون رجلاتها رقاقين كتمشي بحال لو في يعني بحال الحرف الحرف البي داكو الوغ هاد السيده هادي كيفاش غتلبس لا تاي اوت لان كيكونوا عندها دي بوغلي اكسيتيرا خصها ال ال
تحاول انها تلبس لو فونسي من الفوق. ايه مثلا ان بول فونسي من الفوق وتجي لو بونطالون ولا شي حاجه ديروا اكلام على هذا ولا اون كولور كي باغمي لي كولور الفيشيا اكسيتيرا دير اون كولور وتحاول انها تزير لي بارتي الفوقانيين يعني من جهه من جهه لا بواترين من جهه لا سانجر بيان سور انها تزير يعني حدها حد الحزام الحزام اللي تحت ما عندها شي بروبليم. طيب باغ كونتخ لا تاي اش باغ كونتخ لا تاي اش ممكن تلبس الاوني كله الاوني كله ما ديرش دو كولور لون كله ولكن تزير لا سانتور لا سانتور خصها تزير مزيان يعني مين تلبس لو بونطالون تاي اوت افيك لو بول او لا شوميز كيف ما بغاتها من الفوق مي كتجي لا سانتور وال سير لا سانتور مزيان بحال كتبان يعني الهيئه ديالها بيان سور باش كتطبع هذيك لا سانتور ديالها وكتبدل لا تاي اش ما كتبقاش هي كتشوف لا تاي اش بزاف معك تغيير للا سميرة حدوشي ومعك الأمل في أننا علاش لا نكون أحسن وأحسن للا سميرة. سناء من المحمدية ونأخذ هذه المكالمة الهاتفية إذا سمحتي. سناء صباح الخير أهلا وسهلا بك. صباح الخير سيريان وصباح الخير للا سميرة أختي وبارك الله فيكم. مرحبا مرحبا بلالا سناء تفضلي. بغيت نسول عساك أنا متوسطة يعني قصيرة وفي الوزن ديالي متوسطة يعني ما غليضاش ما رقيقاش عندي واحد الشوب ديال الجلابة في القرفي قرفي بحال نقولوا غوج بغيك بحال هكا وجبت لي واحد التوب على حسب باش نديرو يا اما كاب يا اما شال ما عرفتش اولا واش باقا ديك لامون ديال الكاب ولا لا بيان سور بيان سور خدمات عليهم سميره دابا حنا في الاول نعم نعم حيت تنقول انا ربما حيت قصيره يعني الشال غادي يجي احسن وما عرفتش بقيت حيره نعم داكو وعاد المساله ديال التطريز بغيت حيت انا بغيت نخدم بغيت نسولها عاوتاني انا غندير جلابه بافاندا يعني سامبل وغادي نطرزها بجوهر العقيق وبغيت نعرف واش ممكن يعني ندخل ديك الطرزه حتى في الكاب او الشعر. المهم هذا هو السؤال ديالي وشكرا. وخلي لا سلام خير معنا في الاستماع. بالنسبه لسناء عندها جلابه اون في البريك وكتطلب واش دير اون كاب ولا ولا او دير شال. المهم الا كان دابا حنا ماشي نفصل الربيع وبيان سور فصل الصيف ممكن ان دير كاب ولكن الكاب تكون رقيقه الا ما دير لا كاب بيان سور الا السيده كتبغي انها تكون ان بو تري سبيسيال ولكن بالنسبه للجلابه مش بخسر انها دير لو شال. الشال يكون برودي يكون بيان ترافايي غايجي مزيان لي كولور تقدر هو اللي دير فيه لي كولور وتخلي الجلابه تخدمها براندا ستون سيغ تون دير فيها كيلك كولور رقاقين خفافين غير باش تعمل الغاباج ديال داك لو شال. نعم رائع ممتاز يعني نتمنى انه سناء يعني تكون وصلتها الفكره وهو التميز لالا سميره حدوشي يعني وخصوصا في البلدي هو كيفاش نوازن ما بين الخفه اولا ما بين شي حاجه اللي هي خفيفه وما بين انني نشارجي الا شارجيت كما قلتي في الكاب ولا في الشال نخفف على الجلابه ياك لالا سميره حدوشي بيان سور لان لا سيغشارج خصك تعرفها تعرف كيف ديرها لان لا سيغشارج خصك توازنها نعم. ناديه من سطات السلام عليكم صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله لالا زيان كي دايره؟ الحمد لله كلشي مزيان لالا ناديه. هل عندك شك انك احلى واغلى امراه في الدنيا؟ لا بزاف لا بزاف لالا ناديه لا عافاك. نعتبرك نوره الاذاعه الوطنيه. الله يحفظك لالا ناديه والله يكبر فيك. وبمناسبه عيد المراه نبارك لك انت ولالا سميره وكل سنه وانتم متميزات وانتم من اجمل النساء العالم. الله يحفظك من ذوقك لالا ناديه من قلبك الزوين لالا ناديه. بارك الله فيك لالا. سؤالي لالا سميره الله يخليك. صباح الخير لالا سميرة. صباح النور لالا وان شاء الله تكوني على خير وبخير. بارك الله فيك لالا الله يخليك لينا وديما كنتشاوروا معاك في اللي كنبغيو نخيطوا شي حاجة. مرحبا مرحبا. عندي لالا واحد جلابة الكخيب في الخزي. خزي. خزي وشفت واحد المعلمة دايرة واحد راندا غير بحال شبيكة في الوسط ودايرة في الجناب دايرة الطرز الرباطي بالإيد. نعم. وبغيت ناخذ رايك يعني واش نطرزها اللون في اللون
ولا حيت انا عندي واحد القضيه تنديرها ما عرفتش كتشاطره من الراي ديما كنشري جلابه كنشري معاها الفولار وكانت بازا على دوك الالوان اللي في الفولار كانت بازا بهم على الالوان اللي غادي هنايا باش كتكبري لا غوشيغ ديالك وتحاولي انك تاخذي تعمل شي حاجه جديده فوالا سي بوغ سا باش كتشري داك لو فولار مع الجلابه كتحاولي انك تتعاون راسها انها تطبق يعني كنختصر الطريق لا بالنسبه لي ولا بالنسبه للخياط يعني كندير وهذاك الفولار عندي فيه الارض ديالو كلها باج هو فيه الزواق من الخزي ومن شويه ماغون يعني فاتح كلير يعني غير رايك واش ندير اللون الثاني اللي غندخل واش يكون باج ولا يكون ديكرادي ديال الخزي شوفوا سميره واش غتخليك على نفس الطريقه الكلاسيكيه أبغى تحوليها شي سكه اخرى لالا سميره حدوش الوغ كاين لا على حسب ان مثلا لو بيج الا كان الكريب حنا نعاودوا الكريب في الفير كاكي وعند لو شال فيه بيج ومارون كلير والمارون كلير والبيج يعني في لو طون تري نورمال يعني انا نبغيها لو كان خطرات لي ان فولار اللي فيه ان بو دو كولور باش تعاود تقاد اللبسه ديالها اوتخومون ولكن حتى هكا نقدروا نديروها مادام خلاتو في لي ستون ديال الفيركاكي والمارون البيج يعني بحال لا خداتو في الفيركاكي وصافي نعم فهمتي بحال خداتو سامبل في الفيركاكي من درت هاد لي كولور هادو نعم. ممكن انها في وسطك الجلابه تخرج بالوان اخرى تخرج بالغوز بلو جون بالفيغ شويه فرونسي على هذا فيغ بوم لو فيغ وي اللي غيكون فرونسي شويه المهم باغ اكزومبل فيغ بوم غيجي هائل غيجي رائع الغوز بال بلو سيال بلو جون بال فهمتي لي كولور كلير لي كولور كلير احسن غادي يجيو على هاد الشتاء وحنا مقبلين على الربيع ودابا الربيع خاصنا هاد اللوينات نشوفوهم يعني انت مع لو شال وتاخذ اون كولور اما الباج اما المارون ديال لو شال تاهو تانتيغريه في وسط هذيك الطرزه ديال الجلابه واخا سميره شكرا بارك الله فيك مرحبا بارك الله فيك مرحبا لاله وبصحتك وراحتك ناخذوا لاله ناديه من ستات لاله ناديه اهلا وسهلا الو السلام عليكم مرحبا بك انا اختي توريا من صفر توريا من صفر عفوا سمحي لي انا ديال هي اللي دازت الدابة توريا من صفر صباح الخير السلام اختي اهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بك اعتذر صراحه منتابك اول مره كنهضر معاك لا الله يودي حنا خوت هنا وخواتات بارك الله فيك شكرا اختي كنشكركم بزاف على البرامج اللي كتقدموا كتنصحونا بزاف مع جالنا ومع وليداتنا ومع الاسره كامله بارك الله فيك مرحبا بلالة توريا بغيت نهضر معاك مع لالة سميرة ايه هي لالة مرحبا حتى هي بدوري كنشكرها بغيت نسولك عافاك اختي بغيت نصايب واحد الجلابه بغيت نسول عندي واحد التوب ديال المبرص بلو مارين واش المبرص تجيني في الجلابه ولا لا انا ما كان نحاول نقول الماكسيموم جلابه المبرى يعني حاول الواحد انه يحيدها شكرا يعني بغيت نسولك لاحظ كنديرها ديرها جاباجو ديرها شي ساعه حاجه تشوف الحلابه غير الليله بغيتي تعملي جلابه بالحضور هذيك حاجه اخرى وبغيت نسول عفاك الا خديت واحد التوب في بلو مارين ديال المليفه واش نخيطو بنفس اللون ولا ندخل عليه شي لون شنو ندخل عليه والفولار عفاك الوغ البلو مارين ممكن انك تخدمو بالطريقه اللي بغيتي حتى الطونسيغ طون كيجي رائع وديك الساعه ديري فولار دي كولور اللي بغيتي يعني والقميص حاول تخرج اون كولور اللي بغيتي انت يعني اللي انت ذات شهيتي على البرون جون الفيغ الوان اللي بغيتي ودير لو فولار كذلك ذاك اللون ديال ذاك القميص مي هي تخدمها طونسيغ طون يعني اللون في اللون ولا درت غير جلابه بغيت ندير واخا ندير جلابه بلا قميص غير جليبه عاديه خفيفه ما بغاتش القميص لا سميره حدوش ما بغاتش القميص دير جلابه ندير الا بغيت نديرها بلونها شنو ندير في الفولار واخ وهي اللي هي اللي سلمتك عليها الو كيفاش اللون ديال البشره ديالك انا بيضة داكوغ الو اللون ديال الفولار البلو باغين كيجي معاه الالوان كلها كيجي معاه الخضر كيجي معاه الغوز كيجي معاه البلو سيال كيجي معاه دي كولور كيجي معاه دي كولور كلير كيجي معاه الالوان اللي مغلوقين جوج كيجيو معاه وانت بحكم ان البشره ديالك بيضاء ممكن انك ديري حتى اللون الفرونسي يجي معاك مثلا الا درتي الفوشيا غادي يجي معاك البلو مارين مع الفوشيا كيجي رائع مثلا البلو مارين مع الغوز جوج يجي رائع هما في ميم طون ولكن جوج بهم غايجيو مع البلو مارين نعم
توريه مزيان فكره واضحه. بارك الله فيك لالا، وبارك الله فيك لالا جيهان. مرحبا، كنشكركم بزاف بزاف، كنشكركم على هذا البرامج. وشكر لي عطاك السيده اللي خدات مني الرقم. مشكوره حليمه، مشكوره حليمه البوبطي، ومشكوره نوال الجعفاري. شكرا، بارك الله فيك جدا. التحق بنا عبد المنعم قنوني في الهندسه الفنيه، وحنا معكم مستمعينا ومستمعاتنا الى حدود منتصف النهار. دائما الذوق حاضر، الوان حاضره. سميرة حدوشي ما تفوتوش الفرصة لكم تواصلوا معها على الرقم 0537709539. مرحبا على أتي الإذاعة الوطنية بين الأصالة والمعاصرة. النغم حاضر، ونغمتنا اليوم في كل ثلاثاء هي سميرة حدوشي، نغمة من نغمات الألوان والأذواق كذلك، من المبدعات المغربيات. أهلا وسهلا بك مرة أخرى لالا سميرة حدوشي. بارك الله فيك جهاد أختي. طيب نكملوا نغمتنا بنغمات المستمعات حتى هما لالا سميرة حدوشي، ونكملوا الخدمة ديالنا مع هاد السيدات اللي غادي يخرجوا بإذن الله ناشطات وفرحانات. كل واحدة غتخيل جلبتها وقفيطينها وغتجمع لويناتها. لالا سميرة حدوشي معكم مع جلبتك الكبيرة. ناخدوا لطيفة من الدار البيضاء. لطيفة صباح الخير. نور حبيبه، كي دايره لاباس عليك؟ وسهلا بك. بارك الله فيك. الله يخليك، ممكن نهضر مع سميره؟ هي الاولى وهي معاك على المباشر، تفضلي. بارك الله فيك. عندي اختي واحد الثوب ديال المليفه في البلوسيل، وبغيت نخدمه بالراندا، وما عرفتش واش من اللون ندير معاه. بلوسيل بالراندا، اش خدمه اللون في اللون؟ غير اللون في اللون، ما دخلنا حتى اللون في اللون. لا راه اشرح لك نخدمو بعدا الخدمه ديالو اللون في اللون. لا باز القاعده، لا باز حيت بالراندا انا كنهضر على الراندا واللون في اللون. وفي ديك الساعه دخلي اللوينه في البلوسيال، يمكن كتدخل فيه كل الالوان. الفوشيا كيدخل فيه، الفير كيدخل فيه، البلو غوا كيدخل فيه، اولا البلو باغي. هادشي اللون اللي بحال يهرسو شويه ما يبقاش مشعشع. يعني كيفاش ما يبقاش شاسع؟ البلوسيال حيت شويه عاطي. بلوسيال مشعشع شويه بحال كيبري شويه. ماشي تركوا؟ اذا تركوا نون. لا لا ماشي تركوا، شي بن معيق شويه، وانا ما كنلبش لي كولور هكا يكونوا بحال حسينا. لالا سميرة حدوشي كاين بعض السيدات اللي كتشوف الالوان اللي هي فاتحه، الوان شويه مشعشعه، يعني حاطاها في خانات او لف مصنفاها في خانات الالوان اللي ما كتقدرش تجرأ عليها. لطيفه، يمكن انا فهمتها. وي وي ما كتجرأش هي على هذا اللون مثلا الفاتحه. لالا واخا ماشي البلوسيال، شنو كنتي كتلبسي الالوان اللي كتلبسهم؟ بلو مغلوق، نوار، غري، غير لي كولور اللي مغلوقين. هذا غير جاني كادو، ما بغيتش نضيع. داكو، الوغ البلوسيال غيجيك بالعكس، غيجيك مزيان، وغادي يحبك في الجلابه انك تلبسي الجلابه. غير هي الا بغيتي تعملهم دخل فيها اون كولور اخرى، دخل فيها دي كولور ان تي بو ماشي بحال اللي بروبوزيت عليك في الاول، ماشي الفيشيا البار اكسترا. هذا خدي دي كولور كليغ مفتوحين بزاف، يعني تمشي للبيج، تمشي مثلا الماغون مفتوح بزاف. داكو، حيت البلوسيال كيجي مع الماغون. وي الماغون مفتوح بزاف، والبيج كذلك. ودير فيه واحد الغوز نيود، داك نيود كلير لي، ماشي تا هو ماشي غوز، سميتو نيود. راه الا مشيتي الا مشيتي للمنطقه ديال الحرير ولا هذا، راه معروف هاد السميه رجعت معروفه. الوغ هذاك النيود كذلك غادي يجيك مع الجلابه مزيان. رائع، وها هي طفات، وها هي طفات الفكره في راسها. اللون مشعشع ومعيش، طفاتك لالا سميرة حدوشي بالالوان الخفيفه. حبيبي انا كنبغي ندير شي حاجه اللي غنرتاح فيها. نعم لالا لطيفه، عندك الحق. ميرسي عليكم، الله يجازيك بخير. شكرا لك لالا لطيفه، بالصحه والراحه. الله يرحمها عليك. من نفس المدينة والدار البيضاء حضرة معنا مع لالا نعيمة. صباح الخير لالا نعيمة، أهلا وسهلا. نعيمة الله ينعم عليك، جاوبينا. أهلا وسهلا. شكرا لالا يخطيك. مرحبا بلالا، كنشكركم على هذا البرنامج بزاف بزاف. الله يحفظك لالا. وكنسلم على السيدة سميرة. ها هي ما بارك الله فيك لالا. ربي يخليك. بغيت نسولك سوستي في البلوغ، سوستي في البلوغ، الثوب ديال سوستي في البلوغ، بغيت نديرو جنابة، وبغيت التحتاني ديالو اش من لون غادي ندير؟ بلو فوا. انا كنظن يعني البلو فوا كيجي راقي الا درتي لي طون سور طون.
ولكن باش اللون في اللون. ولكن تخدمو تقدر تخدمو تخدمو حتى هو اللون في اللون، ولكن تزيد عليه لون جوج الوان ثلاثه الوان اربعه الوان ما عندكش مشكل في البلوكو. يعني كتزيد عليه الخضر ولا كدير عليه الباج ولا كدير عليه دي كولور بحال لو جون على حسب انت شنو خدمتي في الالوان. اكزاكتو يعني شفتو بلو جون، ولكن عاود الناس قالوا لي لا ما ديرش لو جون غادي يجي مشعشع مع لا خدمو خدمو يعني طرز طرز مع البلو لو جون يعني خدموهم بجوج. ما تديرش غير مثلا لو جون بوحديتو الا في حاله ما انك يمكن لك تشرقي انك تلبسي البلو وتخدميه بلو جون غيجيك رائع. هنا كتبقى المرأة ديالك وندير لون في اللون القميص ديالو نديرو في اللون في القميص ديالو اللون في اللون. داكوغ. والفولار الفولار اما تمشي ديك لا كولور لو جون الا كانت موجوده اولا تمشي للبلو مارين بيان سور راه هو موجود. يعني واحد من هاد لي كولور ان شاء الله ان شاء الله. اللي يحفظكم ميرسي بوكو بارك الله ومرحبا شكرا الله يعاونكم. نرجعوا للتوسوس ديال سميره حدوشي وهو الخدمه ديالو شويه معقده لي ترونسبارون شويه كيحتاج لتقنيه معينه فين ممكن الخياط يعني يقدر يوقع عليه مشكل في التوب ديال السوس ديال لاله سميره بيان سور في الخياطه ديالو لان خصو يعرف واش يشرب الخياطه ولا ما يشربش الخياطه. خصو يعرف كيفاش يتمشى مع السوس ديالو. هذاك الشيء كيوقع البروبليم فيه. والثانيه ملي كيكون في البرشمان كذلك حتى هما الناس ديال البرشمان اللي كيكونوا صناعيه وحريفيه كيعرفوا ان السوس دي انه كيتخدم بواحد القياس بواحد القياس ديال الخدمه. ماشي كتلبس ماشي كتخدم بحال الخدمه نورمال ديال المليفه اولا ديال هكا فهمتيني. لان اولا كيتفزر كنهضر على الفغيس كيتفزر يعني خصك الليبراك تعرف كيفاش تضربها وخصك ما تجبدوش بزاف وبزاف الحاجات عنده تقنيات. ولكن حنايا على اللي كنعرفوا ان الصناعيه ديالنا زعما عندهم الامكانيات باش انه يخدموه. نعم هو يعني انواع على لا سميره حدوشي لا كنهضر على لوفغيسوس ديما كنهضر على لوفغيسوس دي صافي لوفغيسوس. نعم لبسوه الرجال وتفننوا فيه حتى العيالات يعني تبارك الله لاله سميره حدوشي بيان سور لبسوه يعني لبس كالرجل والمراه بجوج بهم لبسوه. نعم. وكل واحد كيفاش لبسوه لبسها بطريقته. الراجل لبسها بطريقه والمراه لبسها بطريقه. الجلابه اولا مثلا كيجي اول كيجي شي جيلي اولا مثلا كيعملوه بيغنوس سلهام سلهام بلدي كيجي حتى هو راقي. ان الرجل كيعملوه سوس دي بيان سلهام سلهام بلدي كيجي الروعه رائع. وثانيا داخل تقاليدنا وثقافتنا المغربيه. طيب ناخذوا لالا امينه من صفرو. امينه السلام عليكم. عليكم الحمد ديالي شكرا كنشكركم بزاف على هذا البرنامج اللي كتعطيونا كل شيء في الحقيقه في جميع المجالات. كنشكروا الطاقم الجنود الخفاء وكنشكروا الاستاذه سميره على هذا الذوق الرافع ديالها والمساعده ديالها علينا. مرحبا بك بارك الله فيك. شكرا لك على الكلمه الطيبه تفضل. شكرا على حقك. انا كنت ديجا هضرت معك الاسبوع اللي داز على القحطان بالمبره اللي كيبري وباللون ديال الباربه. ايه اللون نعم اللون ديال ماد الباربا. وقلتي لي الفوقاني غادي نخيطو بالبصيره في لونو والتحتاني قلتي لي ساتان في لونو تدخلي فيه الصقلي. نعم ودابا بغيت نطرزو. دابا الفوقاني بغيت ندخل عليه الطرزو التنبات ولكن الالوان نسيت ما قلتهمش ديك المره خصني تقولي لي الالوان اللي ندخل فيه في الطرزو في التنبات. يعني الطرزو التنبات الفوقاني الطرزو الفوقاني الصقلي يمكن اتكلم عليك وقلت لك على ان الطرز يكون في السقلي. الطرز لا التحتاني قلت لي ساتان دو سوا وقلت لي تخلي فيه السقلي اي هو الحرير لونو. داكوغ الفوقاني يخدموا بالحرير. تخدموا بالحرير باغ كونت الا بغيتي تطرزو ممكن انك تطرزو بالسقلي دير فيه شويه السقلي. الحرير بغيتي تدخل الحرير انا بالنسبه ليا فوش الا كنتي غديري الطرز ما ديريش الحرير ديري غير السقلي. واخا واش من لون تقلي الكارتيي ولا لا الكارتيي لا ماشي الكارتيي نحاسي نحاسي حتى القميص اللي قلت لك خدمو خصك تخدمو تقلي نحاسي ماشي كارتيي نحاسي واخا والحجيره صافي نديرو غير تقلي بوحدي ما ندخل لا حرير لا والو لا حرير لا والو غير تقلي بوحديتو وديك الساعه دير عليه الحجيرات اللي في اللون ديالو وبيان سور اللون ديال التقلي واخا والمضمه كي غنديرها له
المضمه حنايا كاين على حسب كاين اخر صيحه الموضه المضمه شامل فيهم اون بروش ولا شي حاجه في القدام ديالها، ولكن كاين بعض السيدات كيبغيو مثلا طروزه اكسيتيرا ممكن انك ترزها ودير لها حتى الحجر وهذا وغتجيك مزيانه بالخصوص على المضمه. واخا شكرا على خطك. عندي نعتبر سير واحد السيد عاوتاني دي مليفه في الكاشيري وبغيت نخيطو اما بالبرشمان اما بالدبانه، قولي لي وشنو زعما شنو مليفه كيفاش باللون؟ كاشيري كاشيري كاشر ديال الزيتون ولا ديال الحار؟ لا لا ابدا قالوا لي واخا الابيده كتعجبونا بهذه الكلمات اللي كتحاولوا تقربونا من الالوان. الابيده مرحبا، ماشي ديال الحار ماشي ديال الزيتون ماشي ديال الفرماج. هو قال هما منطق قال لي كاشير ما عرفت انا كاشير. طيب احنا يعني قربنا اللون لاله سميره كاشير كي عرفتي اللون بحال غادي لشي غوز تقريبا الغوز و... نعم نعم الوغ جلاباش من مليفه مليفه ديال المليفه. نعم داكور كي واش بغيتي تعمل لها بشي لون مغاير اولا في نفس اللون؟ بغيتها في نفس اللون. بغيتيها في نفس اللون باش بغيتي تخيطها قلتها باش نمشي معاك. قلت انا اما البرشمان اما الدبانه وما عرفتش زعما في الاقتراح ديالك انت شنو غادي انت غتكوني احسن مني في الدوك. لا إذا كنت غتخيطها في نفس اللون بالنسبه للمليفه من الاحسن اعملها بالدبانه هابطه يا نص طوق يا تنزل تحت السيراميك شوز، ولكن من الاحسن بالدبانه. بالدبانه نعم بالدبانه وتكون هابطه تلف. وي انا كنعمل لي غوشيغش ديالي كاينه لا كولور كاشيغ يا كلا سميره اييه زعما اوميم طون كنتكلم معاكم اوميم طون كندير لا كولور كاشيغ كاينه موجوده. مزيان مزيان سميره. اذا اللون قريب ليك دابا سميره دابا ممكن نخيطوه. يلا بسم الله. الوغ ممكن اما ديروا بلون مغاير مثلا ان تيركوا تيركوا يجي معاها. نعم تيركوا يجي معاها راقي اولا اللون في اللون يعني الا بغيتي تعمل الكونتراست التركوا، الا ما بغيتيش تخدمها في اللون يعني بغيتي تخدمها في لونها من تخدمها في لونها غير هي. الا بغيتي ديري برشمان برشمان هذا الاحسن باللون مغاير، ولكن الا بغيتي ندخل فيه شي لون اخر ندخل فيه لون اخر. الا خدمتيها بالبرشمان دخل فيها لو تركوا، الا ما خدمتيهاش بالبرشمان خدمتيها بالدبانه خدميها باللون في اللون. واخا الفولا الا خديتي الدبانه ولا في اللون الفولا انا عطيتك اون كولور مثلا تقدري تخرجي على حساب لي زاكسيسوار اللي عندك. عندك اكسيسوار مثلا عندك الباطوساك ديال في البوردو حاول انك ديريها في البوردو مثلا عندك الموطارد ممكن ديرها في الموطارد عندك اي لون عندك فيها لي زاكسيسوار ديالك بحال الباط بحال الساك بحال المكانه بحال الحاجه اللي كتاكسسواريزي بها ديري بها الفولا. واخا شكرا لك علينا وشكرا لكم وشكرا للساده جهاد. مرحبا بالامينه مرحبا بالامينه شكرا لك مشكوره جدا مشكوره جدا. ناخذ ناديه من فاس. السلام عليكم ناديه اهلا وسهلا مرحبا بخير لاباس عليكم. ما بقاش الوقت ولكن غادي نجرب. شكرا مدام سميره. بغيت واحد التوب في الوجه بغيت كنت ديجا تواصلت مع مدام سميره قالت لي تخيطيها نص طوق بالطفاير وتغلفي القبعه. انا ما عرفتش اين الالوان اللي غادي ندخل في القبعه تغلف والفولار والفولار كيفاش نديرو هو الصباط والصاك. واخا غوج بغيك اش من نوع ديال التوبه لاله نادي غير باش تذكرينا. الغوج بغيك الياجور كيكون باقي جديد باقي اللون غوج بغيك هذاك الياجور اللي كيكون ماشي دابا ولكن التوب شنو النوع ديال التوب؟ الكريب مدام جيهان الكريب راه فيه الوريضات يعني ولونه فيه راه عارفه مدام سميره موجود دابا في اللون في اللون غوج بغيك لاله سميره غوج بغيك كخيط خيط مطلوق حتى لتحت كانت ديجا قالت لي تخيطيه بالضفاير نص طوق اللوين في اللوين والقب دابا مشيت باش القب ندخلو دابا انا ولدتي غنخيطو نفس اللون بغينا نعرفوا القب دابا كيفاش غادي ندير القب واش ندخل فيه الالوان شنو هما الالوان اللي ندخل الوان الالوان شوف انا نقول لك كتمشي انا غتمشي غتمشي للمارشي ديال التوب كاين توابات كاين توابات كيتباعوا يعني ماشي ضروري من الكوبون كيتباعوا مثلا كيتباعوا انا موجود انا مدام سميره موجودين الوغ الالوان
الالوان اللي فيها الالوان اي لون عجبك عجبك انتينا الربيع كيجي مع الالوان فيه الخضر فيه الصفر فيه اكثر يدك الخضر بحال الفيربوم بحال هذا كيجي مع البغي ممكن انك تاخذو عامل بحال الكليجه كيكون خفيفه ولا شي حاجه ديرو تحطن به القب باش يعطيك واحد واحد اللون مغاير للجلابه وفي نفس الوقت ديك الالوان اللي عندك في دوك ديال القطيه اللي غتاخذي منه الصباط الصباط والفولار ولا ندير الفولار نديرو اوني ولا نديرو لا اوني اوني ناخذو من الشلويين ناخذو بلوط واحد من صفر ولا اللي جمعك الالوان بالالوان اللي عجبوك اللي غادي تقبنيهم من داك الثوب اللي غادي تاخذي بوغ 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 القب ديال الجلابه خذي واحد خذي منه الشال والصباط والصاك ديال الشال والصباط كيكون نفس اللون مع الفولار من الاحسن يجيو رائعين لان حنايا فاحنا بالاكرافيه مدام سميره شكرا جزيلا صحتك وراحتك شكرا شكرا صباحكم مبروك الله يرحم الوالدين شكرا لك شكرا لك شكرا لك مشكوره جدا اذا مشكوره كل هاد المستمعات اللي حاولنا من خلال التواصل معهم اننا لاله سميره ولو نرضيو يعني الشيء القليل يعني من رغبتهم في الخياطه والذوق يعني ما شاء الله كيبان لي غير واحد يعني من خلال يعني الاحصائيات اللي تقريبا الا خديناها من اول مشاركه حتى لدابا المراه المغربيه باقا ما كتخرجش عند المليفه لاله سميره حدوشي المليفه وجوهره علاش المليفه وجوهره لان كتبقى ثقافتنا ان اذا زمان يعني ملي كنقولوا زمان ما نرجعش لديك 1800 غادي نرجع معاك غير مثلا في الخمسينات او الاربعينات او الثلاثينات الثلاثينات ارجع معاك الثلاثينات يعني اكثر حاجه اللي كانت كتجذب المراه هي جوهره والمليفه ولكن طورت كتلبس كانت كتلبسها لان كانت كتلبسها لان الجلابه بالخصوص الجلابه ديال المليفه كان كيلبسها الراجل وهي كانت كتبغي انها دير ديك الحايك اكسترا تقريبا بحال الستيل ديال الجلابه ديال المليفه باغ كونتخ هذاك الحايك اللي كانوا كيلبسوا من تحت مع لو نومش اللي على بالي هذاك اللي كيدار حتى هو كيتزرو به من تحت مي كان تقريبا بحال جوهره جوهره والتليجه جوهره والتليجه منها السيده اللي كانت كتلبسها رجعوا كيديروا بها الريدويات كتلبس بها لا هي ولا لا جوهره ولا التليجه كدار بها لي ريدو مثلا كيعملوها بها لي ناب دو طابل اكسترا كنهضر عليك هادشي كنهضر عليه في العشرينات والثلاثينات ولا ما قبل شويه كانوا كيديروا بحال هادشي الوغ دائما ثقافتنا كتبقى ديما شاده راسخه ديال وكنحاولوا ان دائما كيكون التجديد فيها نعم لاله سميره وتجي دائما معاك وتغيير دائما معاك مشكوره جدا لاله سميره حدوشي نتلاقاو ان شاء الله فرصه لاحقه باذن الله ونوعدك غنشريتو بكاشيري وغنخيطو ان شاء الله بالدبانه وتكون في الخضر بحال كاشير ديال الزيتون ان شاء الله علاش لا طيب لاله سميره مشكوره جدا خليناك على خير مع السلامه شكرا ابتسامه نودعك لاله سميره